حلقة جديدة من برنامج سما بريس، نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية دائما بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. البداية مع فقرة بالخط العريض، ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لنبدأ من تشرين التي عنونت: الرئيس الأسد يترأس اجتماعا للوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية، الأولوية للإنتاج وفرص العمل، يجب أن تكون هناك شفافية مع المواطن، دعم المواطن جزء من سياسة الدولة. كذلك كتبت: في رؤية سوريا 2030 خمسة محاور لتحقيق التنمية الشاملة. ومن تشرين إلى الوطن لنقرأ ما جاء فيها لليوم: الجيش يرد على إرهابيي خفض التصعيد شمالا بمباركة تركية، عفرين جائزة ترضية للنصرة مقابل السماح بفتح أنفور. كذلك كتبت: بعد فرض إغلاق محالهم التجارية مستثمرون حلبيون انخرب بيتنا. أما عربيا فقد اخترنا لكم الأخبار اللبنانية التي كتبت لليوم: الرئيس الأفغاني بدأنا مشاورات سريعة لوقف الحرب ولإعادة تعبئة القوات المسلحة. فجر عكار الدامي عشرات الضحايا بانفجار التليل. وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست: حرب أفغانستان تقترب من نقطة التحول الأخيرة. ذا نيويورك تايمز كتبت اليوم: أمريكا تسمح بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئة التي تعاني ضعفا في جهاز المناعة. الغارديان كان عنوانها العريض: فرض ضرائب على أثرياء كورونا يكفي لتلقيح كل البشر. وأخيرا فرانكفورتر الجمان: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تستعد لمغادرة منصبها. ومن السياسة إلى الرياضة وعناوينها، حيث عنونت صحيفة ماركا لليوم: ريال مدريد بداية بطموحات عالية، كومان رحيل ميسي يفتح المجال لجريزمان ولن نفكر في الماضي. أما كورييري ديلو سبورت فقد كتبت لليوم: رونالدو يلعب من أجل نفسه ويعيق جوفنتوس، ميلان يقترب من حسم صفقته. ممارسات عدوانية مدانة، عنوان مقال نشرته صحيفة تشرين المحلية وجاء فيه: ممارسات عدوانية شبه يومية تقوم بها القوات الأمريكية ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية. فقد تم خلال الساعات القليلة الماضية رصد تحركات عدوانية لقوات الاحتلال الأمريكي، فمن عمليات تهريب متزعمين في داعش الإرهابي إلى سرقة ممنهجة للثروات السورية والمحاصيل الزراعية والنفط، وإدخال تعزيزات عسكرية ضخمة وتجهيزات لوجستية وأسلحة متنوعة ومعدات وآليات عسكرية إلى بعض القواعد العسكرية الأمريكية غير الشرعية، وصولا إلى القيام بعمليات إنزال واختطاف المدنيين. وتابع الكاتب: إن سجل المحتلين حافل بالجرائم على مدى السنوات الماضية، وكل ما يقومون به إنما يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار سوريا وإصالة أمد الأزمة فيها وتعقيدها. وما يجب التأكيد عليه هو أن ما تقوم به قوات الاحتلال الأمريكي يمثل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي. وبالتالي فإن المطلوب من المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الممارسات الأمريكية العدوانية الشائنة، وإدانة التحركات الأمريكية واستمرار احتلالها لأراضي سوريا، وفرض التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بهدف تجويع الشعب السوري. كما أنه من المطلوب أيضا التحرك لوضع حد لنهج الغطرسة والعدوان والخطف والسرقة. وفي فقرة صحافة العدو زعم تقرير نشرته صحيفة جرزليم بوست الصهيونية عن وجود شبكة أنفاق تابعة للمقاومة اللبنانية تمتد عبر لبنان ومصممة للسماح بنقل الأفراد والأسلحة. وبحسب التقرير، بدأت المقاومة اللبنانية مشروع الأنفاق في أعقاب حرب لبنان الثانية عام 2006، ومن المفترض أن تربط الشبكة منطقة بيروت بمنطقة البقاع، مشيرة إلى أن الأنفاق كبيرة بما يسمح للدراجات
الدراجات النارية والمركبات ذات الدفع الرباعي والمركبات الأخرى بالتحرك خلالها وتمكينها من الانتقال من مكان إلى آخر. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان انشطار سفينة شحن إلى قسمين. وفي تفاصيل تغريدتنا لليوم، انشطرت سفينة شحن عملاقة إلى قسمين بعد أن جنحت قبالة سواحل ميناء شمالي اليابان، مما أدى إلى تسرب نفطي هائل. وأظهرت لقطات انشطار السفينة غرق جزء من السفينة في قاع البحر، بينما ظل الجزء الثاني طافيا فوق سطح الماء لفترة من الوقت. وقال خفر السواحل الياباني في تغريدة على تويتر إن السفينة كانت ترفع علم بنما وعلى متنها 21 بحارا من الصين وفيتنام، وأضاف أنه تم إنقاذ البحارة ونقلهم إلى مكان آمن بعدما هرعت إلى المكان 3 زوارق و3 طائرات، وأدت الحادثة إلى تسرب نفطي كبير امتد على مساحة 24 كيلومترا، لكن التأثير البيئي لهذه الكارثة لا يزال غير واضح. جنين ينقذ والدته من دفع مخالفة ضخمة، عنوان خبرنا لليوم في فقرة الصفحة الأخيرة، وجاء فيه: من طرائف قوانين السفر في الولايات المتحدة يمنع السفر لمسافات طويلة وعن طريق الصحراء إلا بوجود شخصين في السيارة، أي شريك سفر، وكذلك اصطحاب كمية كافية من المياه. وفي إحدى المواقف الطريفة وصلت امرأة إلى ولاية ثانية فأوقفتها شرطة المرور وحررت لها مخالفة كونها كانت وحيدة ولم تلتزم بالتعليمات بوجود شريك لها في السيارة. ولأن غرامة المخالفة كانت كبيرة جدا وكلت صديقها المحامي بإلغائها، فرفع دعوى على شرطة المرور كونها لم تكن وحيدة بالسيارة حيث كانت حاملا بابنها في الشهر السادس. فالصديق المحامي يعلم جيدا أن الجنين في هذه الولاية يكتسب صفة المواطن من الشهر الخامس، وبالفعل تم إلغاء المخالفة لأن الفريق القانوني للشرطة كان أذكى منها. كذلك فحرر لها مخالفة أخرى وهي جلوس شخص في المقعد نفسه، الأم وجنينها، وعدم مراعاتهما لأنظمة الأمان. إلى ريشة رسامي الكاريكاتير. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم. لقاؤنا يتجدد غدا، كونوا على الموعد.